درس كتابة العبارات الجبرية والمعادلات الصف الأول متوسط الفصل الدراسي الأول. عادة ما تشير بعض الجمل والعبارات إلى عمليات حسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة. كيف نحول هذه العبارات إلى عمليات رياضية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الدرس. هناك بعض الجمل والعبارات التي تدل على عملية الجمع، مثل أكثر من، أكبر من، زاد بمقدار، المجموع، ارتفع بمقدار. فعندما نرى إحدى هذه الجمل في العبارة الرياضية نضع بدلا منها علامة الزائد. كما أنه يوجد جمل وعبارات تدل على عملية الطرح، مثل أقل من، خصم من، الفرق، انخفض بمقدار، نقص بمقدار، سحب من. فعندما نرى إحدى هذه الجمل نستبدلها بعملية الطرح. كما أنه يوجد جمل وعبارات تدل على عملية الضرب، مثل اضرب، أمثال، أضعاف. فعندما نرى كلمة أمثال أو أضعاف في الجملة فإننا نضرب في عدد الأمثال والأضعاف المذكورة في الجملة. مثال ذلك عندما يذكر مثلا فإننا نضرب في العدد 2، أو ضعفا فإننا نضرب أيضا في العدد 2، وعندما يذكر ثلاثة أمثال أو ثلاثة أضعاف فإننا نضرب في العدد 3، وهكذا. كما أنه يوجد جمل وعبارات تدل على عملية القسمة، مثل اقسم، ناتج القسمة، جزء. فإننا نقسم على عدد الأجزاء المذكورة في الجملة. مثال ذلك إذا ذكر جزئين فإننا نقسم على 2، 3 أجزاء نقسم على 3، 4 أجزاء نقسم على 4، وهكذا. أيضا عندما يذكر في الجملة أو العبارة كلمة نصف فإننا نقسم على 2، وإذا ذكر كلمة ربع نقسم على 4، ثلث نقسم على 3، سدس نقسم على 6، وهكذا.